مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. وموضوع حلقه النهارده يدور حول قيامه شخص الرب يسوع. يدعى البعض وجود تناقضات كثيره في قصه القيامه بين الاناجيل الاربعه بين متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وعلى اساس هذه التناقضات التي يقولون انها تناقضات يحاولون أن ينكروا قيامة المسيح ويحاولون أيضا أن يطعنوا في حقيقة قيامة المسيح التاريخية ومن ضمن الأشياء اللي بيقولوا عنها أنها تناقضات من ضمن الأسئلة اللي بتطرح متى ذهبت المريمات إلى القبر والسؤال الثاني من الذي دحرج الحجر وهل كان الحجر مدحرجا أم غير مدحرج عندما وصلنا الى القبر من الذي راوه داخل القبر؟ هل راوا ملاك واحد او ملاكين؟ كمان مين اللي ذهبت الى القبر؟ هل مريم المجدليه ولا مريم المجدليه ومريم اخرى ولا مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلومي ونساء اخرى واخريات كل هذه الاسئله هنحاول نجاوب عليها النهارده لانه مهم جدا ان نعرف انه آه كتابنا المقدس والقصه آه التاريخية لقيامة المسيح وحقيقة قيامة المسيح من بين الأموات حقيقة موثقة سجلها لنا شهود عيان سجلها لنا تلاميذ الرب بيتكلم عنها الأربع أناجيل باستفاضة وبتفاصيل كثيرة جدا ومهم جدا إحنا نبقى عارفين نجاوب كل من يسالنا ويقول ان هناك تناقضات بين الاناجيل الاربعه في قصه قيامه الرب يسوع المسيح. عشان كده حلقه النهارده تحت عنوان تناقضات في قيامه المسيح. انا حطيت أحد احب حبيت ان انا احط العنوان ده لانه مهم جدا طبعا نحن لا نؤمن بوجود تناقضات لكن وجود ما يبدو او شبهات على انها تناقضات في قيامه الرب يسوع اول اول امر بيطرح او اول سؤال بيطرح عندما نقرا الاناجيل الاربعه هو متى اتت المريمات الى القبر ده سؤال مهم جدا هم جمس امتى هم جم الى القبر امتى وعشان كده احط الاربع اناجيل آه والنص كما ذكر في كل انجيل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا جنب بعض وده يساعدنا على آه رؤيه الاناجيل الاربعه ونشوف المقارنه بين النص في النص الكتابي ما بين الاناجيل الاربعه متى بيقول لنا في 28 وعدد واحد وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع يعني السبت خلص السبت خلص يوم آه يعني الـ السبت الساعة ستة آه مساء مع غروب الشمس يعتبر السبت بيخلص عند اليهود وبيبدأ آه آه الـ الأحد هنا بيقول لي بعد السبت عند فجر أول الأسبوع اللي هو يوم الأحد جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر يبقى الوقت امتى؟ انا حطيته هنا اهو الوقت اللي بيقول عنه متى بيقول لنا عند فجر اول الاسبوع عند الفجر مرقس بيقول لنا حاجه اخرى مرقس بيقول وباكرا جدا كويس وباكرا جدا ما الساعه في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس وهنا ده اللي إيه اللي بيعمل آآ آآ العباره دي هي اللي اللي بتعمل نوع من اللخبطه شويه أه وعلى اساسها البعض بيشوف انه الفجر ولا عند طلوع الشمس. لوقا بيقول لنا ايه؟ ثم في اول الاسبوع اول الفجر اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددهن ومعهن اناس. كويس؟ يبقى الى حد ما في ثلاث عبارات هنا أه خلينا اقول متشابهين مع بعض يعني لو حطيت آه آه سوري احط احط آه آه لون مختلف آه حواليهم العباره دي فجر اول الاسبوع وباكرا جدا ممكن ايضا تشير الى آه الفجر واول الفجر زي ما حطها ليا لؤى يوحنا حطها لي ايضا باسلوب اخر، قال لي وفي اول الاسبوع جاءت المريمات الى القبر باكرا والظلام باقي والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. يبقى السؤال بقى اللي بيطرح هنا متى اتت المريمات الى القبر؟ هل اتت فجر عند الفجر ام اتت والظلام باقي ام اتت اذ طلعت الشمس؟ وعلى اساس هذه الاختلافات الظاهريه يدعي البعض إن الاناجيل غلطت وكتاب الاناجيل غلطوا وبما انه كتاب الاناجيل غلطت في سرد التفاصيل فالقصه كلها تبقى غير حقيقيه. نشوف الرد على هذا الإدعاء اولا لا يوجد اختلاف. لا يوجد, اختلاف. لا يوجد اختلاف. لاي واحد هيدرس الاربع نصوص دول لا يوجد تناقض على الاطلاق بين الاناجيل في هذه النقطه. فالسواء فهنا سواء كانت المريمات في بيت عنيا احنا ما نعرفش بالظبط كانوا فين بيت عنيا تبعد عن اورشليم حوالي 2 ميل يعني 3 كيلو ماشيا على الاقدام او كانوا في اورشليم فالمسافه بين مكانه وبين القبر لا تقل عن نصف ساعه احنا ممكن نطلع الصبح اه الساعه 5:30 تبقى الدنيا ضلمه على الساعة ستة تلاقي النهار طلع والنور أشرق والشمس بدأت أيضا تظهر فالمسافة ما بين مكان المريمات وما بين القبر مشيا يعني وده اللي كانوا متبع أنه بيمشوا أنه لا تقل عن نصف ساعة يوحنا ومتى ولؤى تحدثوا عن بدء السير خرجوا إمتى خرجوا من المكان اللي كانوا موجودين فيه امتى حيث كان الظلام باقي عند الفجر والفجر عند اليهود ليس ساعه وثلث زي ما في ال, 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 ال عند الاسلام لكنه حوالي ثلث ساعه ما بين الظلام وما بين شروق الشمس فبينما مرقس بينما مرقس ذكر وقت وصولهم إلى القبر حيث كانت الشمس على وشك الطلوع يعني هم خرجوا عند الفجر حيث الظلام كان باقي وصلوا عند القبر كان النهار بدأ يطلع وأيضا الشمس على وشك الطلوع العبارة طلعت الشمس اللي ذكرها لينا مرقس يمكن أن تترجم عند طلوع الشمس يعني بداية النهار بداية النور فهم خرجنا عند الفجر ووصلنا للقبر مع بداية نور النهار وده هتلاقوه في كل كتب التفسير بيتفقوا على هذا إذا, إذا يعني الواحد تعب من يعني يعني وحاول انه يبحث ويدرس او يقرا بعض التفاسير هيكتشف انه المفسرين بيتفقوا على انه المريمات خرجنا عند الفجر حيث الظلام باقي وصلنا عند القبر حيث النور وبدايه النهار وعلشان كده كانوا قادرين انهم يروا ويبصروا ما في داخل القبر وما ايضا حول القبر فدي ليست تناقضات لكنه يعني توضيح انه انه خرجنا عند الفجر ووصلنا الى القبر عند طلوع الشمس. في ترتيب لاحداث القيامه آه جميل جدا حطوا آه الفاضل الراحل آه الدكتور ابراهيم سعيد آه الراعي السابق آه لكنيسه آه اسر الدباره هو في المجد الان وهو والد الدكتور مفيد ابراهيم سعيد آه حطوا في كتابه في تفسير آه بشاره يوحنا آه وهنلاقيه في صفحه 700 96 الى صفحه 797 حط لنا ترتيب الاحداث ترتيب القيامه علشان نقدر نشوف بالظبط الوقت والتوقيت وامتى حصل ده وامتى حصل الامر ده. انا حبيت احطها قدام حضراتكم لانه فعلا يعني ترتيب دقيق و يعني مأخوذ من الأربع أناجيل فنقدر نشوف أنه لا يوجد أبدا تناقض في التوقيت الرب يسوع له كل المجد بعد أن وضع في القبر يوم السبت مساء هنا حط السبت الساعة ستة مساء مريم المجدلية ومريم أم يعقوب تعانيان القبر راحوا وعينوا القبر اللي وضع فيه آآ جسد آآ الرب يسوع الساعة ستة ونص بقى ستة ونص مساء ده احنا, احنا بنتكلم على ال السبت يكون السبت خلص ستة ونص يكون السبت خلص ويكون ال 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 غروب الشمس بدأ فده يعتبر نهاية اليوم السبت اللي هو اليوم المقدس فالمحلات بتفتح والناس اللي عايزه تشتري حاجات او تبيع حاجات بتبدا تمارس حياتها الطبيعيه فهنا ذهبنا المريمات والنساء الاخرويات الاخرات ليشتروا ويشتروا حنوطا علشان يجهزوها ياخدوها الى القبر ثاني يوم الصبح باكر جدا علشان يعني يكملوا آه يعني آه التحنيط مش تحنيط لكن يضع الحنوط على على الجسد فده كان يوم السبت الساعة ستة ونص أول لما بدأت المحلات تفتح وعملية البيع والشراء تعود آه ويكون انتهى يوم السبت يوم الأحد باكرا بقى احنا ما عندناش بالظبط الساعة كام لكن ده قبل وصول المريمات يوم الأحد باكرا قياء القيامة حصلت والزلزله ونزل ملاك وفتح القبر. طبعا من قام من بين الاموات بقوته وبسلطانه لا يعجز انه يحرك الحجر اللي موجود لكنه ملاك نزل من السماء وهو اللي حرك الحجر حتى ان المريمات يستطعن ان يدخلن الى القبر ويرون ما في القبر حيث جسد يسوع ليس موجود. فالساعة كام ما ادناش الكتاب بالظبط الساعة لكنه ده كان يوم الأحد باكرا جدا حصلت الزلزلة ودي تاني زلزلة على فكرة في زلزلة ذكرها لينا متى في أصحاح 27 لما أسلم الرب الروح وحصلت زلزله وقام كثيرون من الراقدين من بين الاموات والى اخر الكلام اللي قاله لنا مت في 27 مع وقت الموت مع وقت انه اسلم الروح لكن في زلزله اخرى وغالبا هذه الزلزله ارتبطت بقوه الملاك وبتحريكه للحجر الضخم فحصلت زلزله وتم فتح القبر الأحد صباحا الساعة خمسة مريم المجدرية ومريم أم يعقوب وسلومي وبعض النساء يذهبنا إلى القبر خرجنا بقى كان الظلام موجود ورحنا إلى القبر الساعة خمسة ونص رفيقات مريم يصلنا إلى القبر فيتراءى لهن الملاك ويوصيهن برسالة إلى التلاميذ الأحد الساعة ستة قبيل الساعة ستة صباحا جماعة أخرى من النساء يأتينا إلى القبر الأحد الساعة ستة برضو ظهور ملكين لهذا الفريق الثاني من النساء وإفضائهم إليهن بكلمات معزية وقعدوا يكلموهم بكلمات معزية ليس هو ها هنا الأحد ستة ونص بطرس ويوحنا يذهب إلى القبر وظهور الملاكين لمريم لمريم المجدليه وفي نحو هذا الوقت ذهبت النساء ليبلغن التلاميذ خبر القيامه لانه اللي وصل الى القبر كان بطرس ويوحنا الاحد الساعه سبعة صباحا المسيح يظهر نفسه لمريم المجدليه وبعد وقت قصير يظهر ذاته لجماعه من النساء كنا راجعات الى القبر يوم الاحد حوالي الساعه أربعة ظهرا ظهوره لبطرس ما بين الساعة أربعة إلى الساعة ستة ظهوره لتلميذي عمواس كويس؟ الاحد مساء الساعه 8 ظهور لجماعه الرسل واخرين دي الترتيبات لاحد القيامه، ترتيبات الاحداث بامتى ذهبنا الى القبر؟ بامتى ظهر لهم الملاك؟ بامتى ظهر الرب يسوع؟ وظهر لمين؟ ومين الاول الى اخر هذه الترتيبات لاحداث القيامه كما سجلها لنا البشائر الاربعه متى؟ ومرقس ولوقا ويوحنا. فمتى ذهبنا للقبر؟ زي ما قلت ذهبنا تركنا البيت او المكان اللي كنا فيه عند الفجر حيث الظلام كان موجود، ووصلنا الى القبر مع بدايه النهار مع طلوع الشمس، فلا يوجد تناقض نهائي في هذا الامر في توقيت ذهاب المريمات الى القبر. خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل التناقضات الظاهريه او اللي بيدعيها البعض المرتبطه بقيامه المسيح בריטניאם مرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام في تكمله للحلقه الخاصه في تناولنا لتناقضات يدعيها البعض مرتبطه بقيامه شخص الرب يسوع المسيح. اتكلمنا عن اول اعتراض او اول مشكله بيقدمها البعض على انها تناقض وبيقول لنا عن الزمن وشفنا انه لا يوجد ابدا تناقض بين الاربع اناجيل بخصوص الوقت اللي ذهبنا فيه المريمات الى القبر فخرجنا من المكان اللي كانوا موجودين فيه وحيث الظلام كان موجود وعندما وصلنا الى القبر كان مع بدايه النهار. الاعتراض الثاني او الادعاء الثاني هو من اتى الى القبر؟ مين اللي جه للقبر؟ و هل أتت مريم المجدلية ولا أتت مريم ومعها مريم أخرى ولا أتت مريم المجدلية مع مريم أم يعقوب مع سلومي ولا أتى مجموعة من النساء معا وعش كده هنشوف الأربع روايات الأربع البشاير وهم بيكلمونا عن هذا الموضوع من أتى إلى القب متى بيقول لنا إيه متى بيقول وبعد السبت ده متى هنا أو اهو وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع يبقى متى بيقول لي عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى يبقى متى بيقول لي اللي جه إلى القبر مين مريم المجدلية ومريم الأخرى ما ذكر ليش اسمها لكن على الأقل ذكر لي مريم المجدلية لتنظر القبر كويس يبقى ده اللي بيقوله لي متى مرقس بيقول ايه وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية يبقى مريم المجدلية هي مشتركة ما بين متى وما بين مرقس الاثنين ذكروا لينا مريم المجدلية متى قال لي مريم المجدلية ومريم الأخرى مرقس قال لي مريم المجدلية ومريم أم يعقوب يمكن بقى هنا مريم الأخرى دي هي نفسها مريم أم يعقوب وأيضا مين وسالومة يبقى ذكر لي هنا ثلاث أشخاص أه متى ذكر شخصين لو أ قال لي إيه نساء كنا قد أتينا ما قال ليش مين أسمعهم وما قال ليش كمان عددهم قال لي نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع وضع جسده وفي أول الأسبوع ده بيقول لي يوحنا جاءت مريم ايه؟ مريم المجدليه. كويس؟ يبقى مريم المجدليه عامل مشترك في على الاقل بالاسم في الثلاث اناجيل ويمكن ايضا وبالتاكيد موجوده ضمن النساء اللي ذكرهم لينا لوقا، يبقى مريم المجدليه مذكوره في الاربع اناجيل او الاربع بشاير اتفقوا على ان مريم المجدليه كانت واحدة من الذين أتينا إلى القبر لتنظران الجسد يبقى دي الصورة كما رسمها لنا الأناجيل الأربعة عن متى أو من أتى إلى القبر مرة تاني متى قال لي مريم المجدلية ومريم الأخرى مرقس قال لي مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومي لوقا قال لي نساء ويوحنا ذكر لي مريم المجدليه. طيب البعض بقى بياخد الاربع اناجيل كده ويحطهم جنب بعض يقول اه لو هم لو هم لو الحدث آه يعني حقيقي كان الاربعه ذكروا لينا الاسماء بالظبط، ما كانش يبقى فيه تناقض خالص. آه وما كانش يبقى فيه اي نوع من الاختلاف ما بين يوحنا ولوقا ومرقس وماتا طيب نيجي نشوف الرد على هذا الادعاء متى ومرقس ويوحنا ذكروا مريم المجدليه وهي طبعا كانت ضمن النساء الذين ذكرهم لؤى يبقى على الاقل مريم المجدليه مذكوره في الاربع بشاير كويس يوحنا يذكر مريم المجدليه فقط مرقس يضيف مريم ام يعقوب وسالومي وهنا نيجي الى متى يضيف مريم الاخرى طيب في مبدا مهم جدا الاضافه لا تعني تناقض الاضافه لا تعني تناقض يعني يعني انا لو لو خرجت مع مثلا مع زوجتي ورحنا المول نشتري بعض الاشياء كويس انا ممكن اقول انا رحت المول واشتريت قميص كويس ممكن بقى تقول انا رحت المول واشترينا قميص طبعا الستات بيحبوا يشتروا كتير اشترينا قميص واشتريت فستان سوري <applause> واشتريت جزمه واشتريت حزام انا ذكرت الشيء اللي الحقيقي المرتبط بيا لكن عدم ذكري للي قالته زوجتي لا يعني ان هناك تناقض ابدا ده بالظبط اللي بيقوله هنا الكتاب انه التناقض يعني انه لما واحد فيهم يقول واحده بس ذهبت الى القبر وهي مريم المجدليه لكن مفيش واحد من الاربع اناجيل قال لي انه التي ذهبت الى القبر هي شخص واحد وهي مريم المجدلية لكن قالوا مريم المجدلية والبعض قال مريم أم يعقوب معها وسلومي معها فالزيادة فالزيادة أو الإضافة لا تعني تناقض لا تعني تناقض هي تعني توضيح هي تعني أنه واحد من البشاير كان كل واحد منهم عنده غرض عايز يوصله وكل واحد فيهم اهتم بتوصيل الحقيقه التاريخيه وبالتفاصيل اللي تخدم انه يوصل بيها ويحقق بيها الغرض اللي بيكتب من اجله الانجيل. لو قصه القيامه بقى مفبركه يعني لو لو التلاميذ هم اللي فبركوا قصه القيامه وقالوا طب نقعد مع بعض علشان دايما لما يكونوا في مجموعه من الحرمية وحواليهم شكوك وهيجي مثلا البوليس يحقق معاهم أه وهم عارفين إنه البوليس هيحقق معاهم يعملوا يقعدوا مع بعض احنا مش عايزين أه نظهر ان احنا أه يعني أه عملنا العمل ده أه احنا عايزين نتفق على التفاصيل لانه التفاصيل مهمه جدا فخلونا نتفق نتفق هنقول ايه ولما يسالونا سؤال فلان هنجاوب ازاي فلو هي القصه مفبركه ها لو هما مجموعه فبركوا القصه يبقى التشابه في التفاصيل مهم للفبركه واخدين بالكم التشابه في التفاصيل مهم جدا في فبركه القصه علشان هو مش حقيقيه فبيحاول ان يدي لك انطباع انها حقيقيه كويس. لكن كمان حاجة تانية لو القصة دي مفبركة ولو الكنيسة أو الرسل هم اللي فبركوا قيامة المسيح مش ممكن أبدا يخطر على بالهم إنه يضعوا امرأة كأول شاهد لقيامة المسيح مش ممكن لا لا من ناحية الثقافية ولا من ناحية الاجتماعية ولا من ناحية حتى الدينية كويس كان ممكن ابدا يخطر على بال التلاميذ انه يضعوا لينا مريم المجدليه اللي الرب تعامل معها وغير حياتها والمريمات الاخريات كيضعوهم كاول شهود لقيامه المسيح ده لو في مفبركه لكن لانها بهذا الشكل ولانها بهذه التفاصيل الكثيره جدا المرتبطه بالزمان وبالمكان وبالاشخاص الظروف كلها مش ممكن ابدا تكون قصه القيامه اختراع انسان وزي ما اتكلمت المره اللي فاتت لا يوجد ابدا تشابه ما بين قيامه المسيح وحتى ما بين من يدعون ان هناك تشابه ما بين قيامه المسيح وما بين الاساطير الوثنيه القديمه قيامه المسيح حاجه خاصه جدا، حاجه مميزه جدا، حدث لم يحدث ابدا في تاريخ البشريه، لانه الله هو الذي صنعه الذي وضع نفسه من اجلنا، هو ايضا الذي قام في اليوم الثالث كما قال: لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. يبقى من حيث من اتى اتوا كثيرات. مريم المجدليه مريم ام يعقوب سالوم نساء ايضا مجموعه من النسوه ايضا اتينا الى القبر كانوا كثيرات اتينا الى القبر فهل يوجد تناقض لا يوجد تناقض ابدا بل لان كل واحد من الكتاب اراد ان يكتب لفئه معينه اراد ان يكتب لتوصيل الحقيقه لمجموعة معينة ولهدف معين فعشان كده الأحداث أو الأشخاص حتى بتبقى سيلكتيف لكن نفس الأحداث هي حقيقية هي حقيقية ولو رحنا إلى 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 يوحنا قلنا له يوحنا مريم المجدلية ولا مجموعة أخرى من النساء يقول لك لا مريم المجدلية مع نساء أخرى ولو رحنا ايضا الى لوقا نقول له مين النساء دول يقول لك مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلومي ونساء معهن فالحقيقة موجودة لكن لا يوجد أبدا تناقض بخصوص من ذهب أو من أتى إلى القبر نيجي لسؤال بقى مهم آخر طيب هناك اعتراض آخر هذا الاعتراض مرتبط بمتى دحرج الحجر متى دحرج الحجر يعني شفنا ال ال الاعتراض على الوقت اللي, وصلنا فيه اللي وصلت فيه المريمات إلى القبر شفنا أيضا الرد على من كويس أتينا إلى القبر وهنا هنشوف متى الزمن متى دحرج الحجر طيب نحط الاربع اناجيل ايضا زي ما تعودنا قدام حضراتكم على الشاشة علشان نشوف النص الكتابي ونشوف ايه اللي قاله كل واحد من البشاير الاربعة متى قال لنا ايه متى قال وإذ زلزلة عظيمة حدثت ما ذكرش متى الزمن خلوا بالكم احنا عارفين انه قبل وصول المريمات كويس واذ زلزله عظيمه حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه يبقى امتى دون متى دحرج الحجر؟ الحجر دحرج قبل وصول المريمات الى القبر لان السؤال اللي كان دايما في فكر المريمات وهم جايين من يدحرج لنا الحجر؟ هنجيب منين قوه نزق بيها هذا الحجر الضخم اللي بيتراوح وزنه على الاقل في بعض الشراح لا يقل عن اتنين طن ضخم يحتاج الى مجموعه من العساكر عشان يحركوه مين عندها القوه واحنا كنساء مين عندي عندناش القوه ان احنا نحرك هذا الحجر والعساكر مش موجودين او موجودين مين هيدحرك ومش هيخلونا نوصل الى القبر مين هيدحرج الحجر لينا فإذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر. مرقص قال ايه؟ وكنا يقولنا فيما بينهن. مرقص هنا بيقول لي السؤال اللي كان شاغل المريمات وال يعني اللي كان هاممهم هو انه مين يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. هما جايين بتسألوا هذا السؤال انا نقدر ندخل ازاي يقول الكتاب فتطلعنا خلوا بالك فتطلعنا وراينا ان الحجر قد دحرج يبقى الحجر قد دحرج قبل وصول ايه قبل وصول المريمات الى القبر لانه كان عظيما جدا يبقى هم ما كانوش هيقدروا يحركوه لانه كان عظيما جدا وكان كل التساؤل بتاعهم من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر واول ما وصلوا وشافوا القبر من بعيد وعنيهم بدات ترى القبر يقول الكتاب فتطلعنا وراينا ان الحجر قد دحرج لوقا بيقول لي فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر يوحنا بيقول لي وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر يبقى متى بيقول لي زلزله عظيمه حدثت وملاك الرب نزل ودحرج الحجر فمتى بيقول لي ايه اللي حصل قبل وصول المريمات؟ مرقص ولوقا ويوحنا بيقولوا لي اللي شافوه المريمات لما وصلوا للقبر راوا ان الحجر قد دحرج عن باب القبر الرد نقول متى ذكر الزلزله ونزول الملاك ليدحرج الحجر وزي ما قلت لحضراتكم دي تاني زلزله تحدث خلال ثلاث ايام الزلزله الاولى ارتبطت بموت المسيح الزلزالات الثانيه ارتبطت بتحريك الحجر من الباب القبر. متى لا يذكر الزلزله ان الزلزله حدثت والمريمات عند القبر، يعني متى مش بيقول لي اول لما وصلنا المريمات الى القبر وطبعا لقيوا الحجر موضوع عند على القبر انه انتظروا شويه وبعدين لقيوا ملاك نزل من السماء وحرك الحجر، لا متى ما ذكر ليش الزمن اللي اتى فيه الملاك لكي ما يدحرج الحجر لكن من خلال قرايتنا للاربع اناجيل نعلم جيدا ان الزلزله حدثت قبل وصول المريمات الى القبر فالملاك دحرج الحجر قبل وصولهن الى القبر آه دي 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 حقيقه مهمه جدا عند وصول المريمات للقبر وجدنا الحجر قد دحرج هم كانوا مشغولين في الطريق وبيتساءلوا فيما بينهم من يدحرج لنا الحجر لكن المفاجاه انه اول ما وصلوا الى القبر هناك وجدوا ان الحجر قد دحرج يبقى هل يوجد تناقض لا يوجد تناقض زي ما قلت متى بيسكن لنا مين اللي دحرج الحجر انه ملاك نزل من السماء وحصلت زلزلة ونزل ملاك ودحرج الحجر والحدث ده حدث قبل وصول المريمات عندما قام الرب من بين الاموات حصلت هذه الزلزلة كويس مرقس مروس ولو او يوحنا بيقولوا لي ايه اللي شافوه المريمات لما وصلوا الى الاب انهم شافوا ان الحجر قد دحرج وانه القبر مفتوح يبقى لا يوجد ابدا تناقض ما بين الاربع اناجيل في دحرجة الحجر ارجو ان انه يعني الامر ده يكون واضح جدا لحضراتكم وده بقى دي نقطة أخرى ده سؤال آخر وهنا طبعا الإخوة النقاد دايما يعني ركزوا على ما يبدو على أنه تناقض بخصوص ماذا رأت الزائرات عند القبر رأى شافوا إيه بقى عند القبر وده سؤال مهم شافوا ملاك شافوا رجلين شافوا شاب شافوا ملاكين وعلى طول البعض يقول لك بما انه هناك هذه الاختلافات يبقى هناك تناقض وبما ان هناك تناقض يبقى القصه الكتابيه غير حقيقيه طبعا الكلام ده غير حقيقي على الاطلاق وهو ادعاء كاذب ليس له اي صحه ولو بذل مجهود بسيط وارى الاربع اناجيل وحتى لو ارى تفسير بسيط للاربع اناجيل هيدرك ان ما يظن انه تناقض هو اساسا لا تناقض طيب ماذا رات الزائرات عند القبر شافوا ايه عند القبر خلينا احط الاربع اناجيل ولما بحط الاربع اناجيل هنا انا بس بحب, اضعهم بهذا الشكل عشان حضراتكم ايضا تتابعوا معايا الاربع اناجيل قالوا ايه ونقدر نشوف هل فعلا يوجد تناقض ولا لا يوجد تناقض وان كان يبدو على انه يوجد تناقض طب ايه الحل إيه الاجابه اللي ممكن نجاوب بيها متى بيقول لنا ايه متى بيقول وايه زلزال عظيمه حدثت لأن ملاك خلوا بالكم لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج كويس يبقى ملاك نزل من السماء دحرج الحجر وكان منظره كذا وكذا قبل ما أكمل للأربع نجيل في عندنا تليفون ممكن ناخده ونكمل مع بعض الاخ عبد الله من المغرب اهلا وسهلا اخ عزمي اهلا وسهلا بك يا اخ عبد الله كيف حالك؟ كيفك انت؟ الله يخليك ايه سؤالك؟ اود ان اولا انت أه... أه... تتمتع بالديمقراطيه الحمد لله بتكلم عن ايه؟ يا اخ اود ان اشكرك على ديمقراطيتك لا لا اهلا وسهلا انت تتمتع بالديمقراطيه ازاي اتكلمت عن الديمقراطية؟ طيب أقوله. ايوه أنا سامع حضرتك، اتفضل كمل كمل أوكي أول شيء أقول لك ملاحظة وبعدين أعطيك سؤال يا أخ طيب المح المحيطين المح اللي... المسيحيين المحيطين يفرحون بالعابرين فرحا شديدا ال... وانا اقول لك بان العبير المساكين معصومين الا نفسيون وهم ملحدون لا يؤمنون بالله اصلا فقط بهمهم المال والزواج والمهنه خلاص هذه هذه الملاحظه اعطيك سؤال طب تفضل اديني سؤالك السؤال وهو لم تجاوبني يا اخي عزمي على سؤالي حاضر اللي قلت لك بان المسيح عليه السلام قال للشيطان الرب الهك اله كإله الواحد قال له التوحيد لا هو تسجد ماشي لي أنا تسجد ما قالوش لي أنا تسجد قالوا لله لا لله هذه اعطاء التوحيد وأنتم تقولون بأنه قال له اقعد على الكراسي مثل السينما والمسرح هذا يا أخي عندنا عيب إحنا في الإسلام طيب حاضر ماشي ما لم حاضر. إيه أنا هجاوب أنا هجاوب على حضرتك حاضر لك آه. يعطيك سؤال آخر طب تخليني طب خليني أجاوب على سؤالك ولا عايز تديني الثاني؟ أوكي يا الدين الدين يا الدين, يا الدين اديني سؤالك الثاني عشان اجاوب عليهم كلهم حاضر اوكي 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 اوكي, أوكي. اتفضل. <applause> اتفضل اتفضل سؤالك الثاني السؤال الثاني وهو هو الانجيل يقول من 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 لطمك في خدك الايمن فاعطي الخد الايسر ياك ايوه احنا شفنا احنا شفنا ماريانو راخوي رئيس اسبانيا أه بان طمع واحد من الناس على قدر انه اخذوه الى السجن وحكموه يعني حكموه من دين الاسلام حكموه من لماذا لم يقولوا اضربني على الخد الايسر كذلك هذه يا اخي دياسة هذه اليهود ملايين علموا المسيحيين مساكين ضياسه طيب اشكرك 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 طيب اولا اخ عبد الله بشكرك على اه اتصالك يعني اه اه شوية بتكلم سريع فنص الكلام بيقع مني لكن أنا بشكرك على اتصالك وأنا هجاوب على أسئلتك بس خليني أخد مداخلة أخرى والأخ جورج من كندا أيوة أيوة أخ جورج أهلا بيك دكتور أشرف أهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا اخ جورج؟ اهلا بيك كل سنه وانت سالم أنا بس كان بدي أدخل مداخلة صغيرة لأنه أنا أو أنت أو أي شخص لو كان عايش في المسيح في وقت المسيح في وقت الرب يسوع م. اللي توفى ومشى وراءه في ضمن كل الآيات والمعجزات اللي عملها حتى ولو ما آمن بالمعجزات م. أولاً لو ما كانت القيامة حقيقية لكان شردوا التلاميذ ولو ما ظهر لهم تانياً لأنه لا يستطيع أحد دكتور أشرف أن يترك عائلته صح. وأولاده م. وكل ما له ويذهب إلى المقصلة بنفسه لأنه كان الموت محقق لهؤلاء م. غامروا بحياة مغامرة كبيرة جدا لأنه لأنه يستحيل إذا ما كان في هناك حقيقة وواقعة لقيامة المسيح لما فعلوا ما فعلوا لأنه الإيمان كان قد تبت بالقيامة صح. لانه يعني كانوا مزعزعين لاخر وقت دي حقيقه والتلاميذ هربوا والكل هربوا مم. لانه هلا في بعض الاخوه المسلمين يقولون يا هناك بعد ما توفى محمد كمان نح... ناس ماتت ماتت من اجل الغزو من اجل السبي من اجل اخذ اشياء ل... لانفسهم لانه عم بيغامروا لاشياء مش من اجل انه آه شيء بيامنوا فيه هدول لم يملكوا هدول اللي كان عندهم كان عم بيعطوه فبالإيمان نفسه انقادوا لأنه كانت القيامة هي تبات والثلاث أشياء نحن نؤمن فيها مثل ما دائما بذكر أخي دكتور أشرف أنه لولا الولادة من من غير صنع بشر مم. والقيامة اللي كانت من مريم العذراء والموت والقيامة لما كان هناك أي إيمان مثل أي وحدة منا تختل تختلف لما كانت هناك المسيحية موجودة اليوم ده صحيح. وأنا بشكرك شكرا لك يا أخي جورج شكرا لك الرب يباركك أرجع للأخ عبدالله علشان إيه أرد على سؤال بيقول المسيح وهو على التجربة بيتكلم على التجربة على الجبل للرب يسوع لما الشيطان قال له أدي لك ممالك العالم كلها بشرط أنك تسجد لي فكان الرد اللي قاله الرب وهو اقتباس من سفر التثنيه للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد فبيقول انه المسيح نفسه بيؤكد الوحدانيه وان هناك اله واحد وده يا اخ عبد الله صدقني هو ايماننا ده ايماننا المسيح نحن لا نؤمن بثلاثه الهه ولا نؤمن حاشا للرب انه يتجوز مريم وينجب المسيح لا نؤمن ابدا بوجود ثلاث الهه نحن ايماننا المسيحي هو ايمان برب واحد بدايه من ايضا سفر التثنيه اللي الرب يسوع اقتبس منه بيقول اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك لو احنا بنؤمن بثلاث الهه ما كناش حاطين الايه دي وكنا حاولنا ان احنا نخفيها لكن هناك ايات كثيره يا اخ عبد الله في الكتاب المقدس بتقول لنا وبتاكد لنا على وحدانيه الله. الله الواحد هي دي نقطه الاختلاف، الوحدانيه عندك في الاسلام وحدانيه بسيطه مجرده ليس لها وجود. لكن الوحدانيه في المسيحيه هي الوحدانيه الجامعه، الله بذاته، الله بكلمته، الله ايضا بروحه. فنحن نتحدث عن نفس الشخص لكن, لكن هناك فهم خاطئ كمان السؤال اللي انت بتقوله ازاي احنا نعبد الله وان الناس تبقى في الكنائس قاعده على كراسي العباده يا اخ عبد الله مرتبطه بالقلب اول حاجه العباده مرتبطه بيه ليس بالشكل الشكل ده مرتبط بالتدين الظاهري بخداع انما العباده الحقيقيه مرتبطه بالقلب وممكن الانسان يصلي وهو راكع، وممكن يصلي وهو واقف، وممكن يصلي وهو قاعد، فالعباده مرتبطه بقلب الانسان وليس بحاله الجسم بتاع الانسان، ممكن تبقى ساجد قدام الله لكن ذهنك وقلبك في النجاسه وفي الخطيه، لكن القلب هو المهم، الحاجه الثانيه في ايماننا المسيحي نحن لسنا عبيد الرب يسوع له كل المجد قال لا ادعوكم عبيد بل احباء. هناك علاقه من نوع اخر اتوجدت بالايمان المسيحي هي علاقه الاب بالابن عشان كده لما بنيجي نصلي بنقول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. نحن ندرك ان الله بالايمان بالمسيح يسوع صار لنا اب ونحن له ابناء. ده البعد ده مش ممكن تجده في الاسلام. فكل الفكر الإسلامي مبني على العبودية مبني على الخوف وليس المخافة مبني على الظاهر وليس على القلب أما الإيمان المسيحي فمبني على القلب ومبني على العلاقة الطيبة بين الله كآب والمؤمن الإنسان المسيحي كابن لله لكن مرة تانية بشكرك على اتصالك ورحب أي اتصال ونصلي لأجلك نرجع إلى ماذا رأت الزائرات عند القبر هل رأينا ملاك هنا متى بيقول لي ملاك وكمان بيقول لي شكله وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج لما يجي إلى مرقس يقول ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشنا يبقى خلوا بالكم هنا ولباسه أبيض كويس حلة بيضاء وكان منظره كالبرق في لمعان وبريق هنا كان في شكل شاب يعني وعارفين انه الملائكة بتظهر في أشكال مختلفة إذا وملوء يقول لي إذا إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة يبقى مرقص قال لي شاب أه متى قال لي ملاك، أه لؤى قال لي رجلان هنا العدد شويه اختلف واتفق على الثياب البراقه مع مرقس ومع متى، يوحنا كمان قال لي فنظرنا ملاكين يبقى الرجلان دول هما مالهم في طبيعتهم ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عن الراس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. طيب هو بقى واحد ولا اثنين؟ رجلين قلنا ممكن يبقوا ملكين يعني في شكل رجلين. لكن واحد ولا اثنين هو ده السؤال. والأربعة اتفقوا على الشكل والمنظر من حيث اللمعان والبريق والثياب البيض. نيجي نجاوب على هذا السؤال وإجابته صدقوني بسيطة جدا إذا, إذا فكرنا فيها وقرينا النص الكتابي لم يقل متى أنه كان هناك ملاك واحد متى ما قالش أنه كان هناك ملاك واحد هو الذي كان موجودا عن القبر متى قال لي النص بالضبط أهو متى قال لي أنه نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر يبقى متى بيكلمني عن الملاك الذي جاء من السماء ودحرج الحجر هل كان معه ملاكا آخر بكل تأكيد لكن واحد منهم هو الذي دحرج الحجر وكان منظره كالبرق يبقى نيجي مرة تانية لم يقل متى أنه كان هناك ملاك واحد لوقا ويوحنا قال اثنين كويس وجود اثنين معناه أنه لازم يكون هناك واحد وجود واحد بس لا يمكن أبدا أن يكون في اثنين يعني ما يقول فقط one او واحد فقط يبقى ما ينفعش اتنين لكن لما يقول اتنين يبقى ممكن يركز فيهم على واحد ويسيب الاخر لكن وجود اتنين معناها وجود واحد ده يعني بيسك المعرفة طيب علشان يكون في تناقض حقيقي عشان نبقى نقول بقى ان النص ده في تناقض وان فعلا متى ومرقص قالوا شاب او قالوا واحد وانه لوقا ويوحنا ذكروا اثنين عشان يكون في تناقض حقيقي كان لازم متى ومرقس يقول انه ملاك واحد وهذا لم يحدث هم ذكروا ملاك لكن لم يقول ابدا انه ملاك واحد وهذا لم يحدث متى طب ايه الاختلاف بقى ايه اساس الاختلاف يعني يعني ايه نقطه الاختلاف وليه واحد ذكر واحد او او واحد ملاك يعني والاخرين ذكروا اثنين آه ملاكين متى مرقس كان كل تركيزهم على الزلزله ده كل التركيز بتاع متى ومرقس كان التركيز على الزلزله والملاك الذي يدحرج الحجر هما كل اللي عايزين يقدموه انه مين اللي دحرج الحجر ومين اللي كان السبب في هذه الزلزله فعشان كده متى ومرقس كان تركيزهما على الزلزله والملاك الذي دحرج الحجر ولهذا تحدث عن الملاك مش عن الاثنين تحدث عن الملاك الذي دحرج الحجر وتكلم مع المريمات كويس لما لما يكون في تركيز للكاتب في نقطه معينه كويس ممكن يبقى في اختلاف آآ آآ ظاهري بينه وبين الـ 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 الكتاب الاخرين اما لوقا بقى ويوحنا اللي ذكروا لينا فكان تركيزهما على وجود جسد المسيح في الأب يعني مرقس وماتا كل التركيز بتاعهم الزلزله ومين يدحرج الحجر عشان يجاوبوا على السؤال من الذي دحرج الحجر ذكروا لينا ايه ملاك لكن لوقا ويوحنا كان كل تركيزهم في الجزء ده انه على وجود جسد يسوع أين جسد المسيح فين هذا الجسد وعلى عدم وجود هذا الجسد في القبر المفتوح فلم يجد الجسد بل وجد ملاكين يبقى كل التركيز هم ما شافوش الجسد الجسد مش موجود لكن وجدوا ملاكين بدل ما يشوفوا الجسد شافوا ملاكين بدل ما يجدوا وجدوا الجسد وجدوا الملاكين وده سر الاختلاف الاختلاف انه متى ومرقس كانوا بيتكلموا عن من يدحرج الحجر في ملاك نزل من السماء ودحرج الحجر لوقا ويوحنا كان بيتكلموا على اين جسد المسيح وجسد المسيح مش موجود وموجود في القبر في الداخل ملاكين رجلين ملاكين كويس عند الاجابه على السؤال من دحرج الحجر يذكر متى ومرقس ملاك واحد عند الإجابة على سؤال أين جسد المسيح يسكن لو أو ملكين هل ده تناقض؟ لا يوجد تناقض تناقض في فكر من يريد أن يجد حجة بها يظهر أن الكتاب المقدس غير موحى به وحججه كلها ضعيفة لكن في الحقيقة لا يوجد تناقض إذا جاوبت على السؤال من الذي دحرج الحجر؟ هقول ملاك نزل من السماء ودحرج الحجر. إذا جاوبت على السؤال ماذا رأت المريمات في القبر الفارغ؟ لم يجدوا جسد يسوع بل وجدوا في القبر ملاكين. فهذا ليس تناقض ما بين الروايتين. ده يعني مهمة جدا النقطة دي. مهمة جدا. نيجي إلى أمر آخر. ظهورات المسيح. لمن ظهر المسيح أولا. لمن ظهر المسيح أولا. وهنا حابب أحط ظهورات المسيح بحسب الترتيب كما ذكرت لنا في الكتاب المقدس. كما ذكرت في متى ومرقس ولوقا ويوحنا وكم ايضا ذكرها الرسول بولس في كورنثوس الاولى وفي اصحاح 15 كويس لانه في في نقطه دايما بتثار انه بولس بيقول لنا في كورنثوس الاولى اصحاح 15 قبل ما اتكلم عن الزهرات دي خلينا نطلع النص الكتابي علشان اقول لحضرتكم لحضراتكم ال النقطة اللي اللي بيختلفوا او فيها يظن البعض ان هناك اختلاف، بيقول الكتاب ايه؟ عن الرب يسوع انه مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وانه ظهر لصفا يعني لبطرس ثم للاثنى عشر. يبقى الرب يسوع كانه بولس هنا بيقول لي انه اول ما الرب يسوع ظهر ظهر لبطرس. وظهر للاثنى عشر بولس هنا مش بيحط الترتيب وبعدين لما يقول ظهر الاثنى عشر في دايما في اعتراض على الاثنى عشر يقول طيب ما هو الاثنى عشر دول مش كان بينهم يهوذا ويهوذا مضى وخنق نفسه ومات يبقى المفروض ما كانش يقول الاثنى عشر كان المفروض يقول ايه؟ 11 وهو لا يعلم ان كورنثوس الاولى كتبت بفتره طويله يعني لا تقل عن 30 20 سنه 25 سنه من احداث القيامه وهو لا يعلم ان التلاميذ بعد موت يهوذا جلسوا معا وصلوا وقالوا لابد ان احنا نختار شخص اخر يحل محل يهوذا الذي خان المسيح ومات فاختاروا متياس بدلا عن يهوذا وبهذا صار التلاميذ 12 وعندما صعد المسيح وظهر المسيح للتلاميذ كان هؤلاء ال12 مجتمعين معا انوي anyway, خلينا نحط ايه ظهورات المسيح كما سجلها لنا الاناجيل وسجلها لنا العهد الجديد اول ما ظهر الرب يسوع ظهر لمريم المجدليه ظهر لمجد المجدلية مريم المجدلية لما راحت القبر ولم تجد جسد الرب يسوع راحت بسرعة جريت إلى بطرس إلى التلاميذ وقالت لهم أنه الجسد مش موجود وبسرعة بطرس ويوحنا جريوا إلى جريوا إلى 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 القبر ومريم مريم تبعتهم ولما تبعتهم قعدت هناك عند القبر وجي واحد وراها وقال لها لماذا تبكين؟ ظنت أن البستاني فقالت له أخذوه سيدي ولست أعلم أين وضعوه وبعدين الرب قال لها يا مريم فأول ظهور للرب يسوع ظهر لمريم المجدلية في يوحنا أصحاح 20 كمان الثاني ظهور ظهر لنسوة أخريات في متى 26 ظهر لهم وتكلم معاهم وبعدين زي ما قلت في الترتيب الأحداث حوالي الساعة ما بين الساعة أربعة إلى الساعة ستة يوم الأحد ظهر لتلميذي عمواس وهم في الطريق وكلم معاهم وعرفهم نفسه كويس فبنقرا ده في أربعة 24 والظهور الرابع هو ظهور لبطرس فلما بولس هنا يقول وظهر لصفا بولس هنا لا يتحدث عن الظهور بالترتيب بولس يتحدث عن انه ازاي قيامه المسيح برهن عليها من خلال ظهوره لبطرس وللتلاميذ ولغيره لكنه لا يتحدث عن الترتيب لكن الترتيب بحسب الكتاب المقدس انه رابع ترتيب هو للظهور ظهر لبطرس ظهوره ليعقوب وحده ده بنجده في كورنثوس الاولى 15. الظهور السادس ظهور للتلاميذ بدون توما كانوا مجتمعين وتوما ليس معهم. وبعدين مره ثانيه بعدها باسبوع ظهر للتلاميذ مع توما ولما توما قال له ربي والهي. كويس؟ لان توما قال ان لم اضع يدي في اثر المسامير آآ آآ لن اؤمن فالرب يسوع ظهر له مع التلاميذ. ظهوره الثامن عند بحيره طبريه في يوحنا 21 لما التلاميذ كانوا هناك بيصطادوا والرب يسوع قابلهم وتقابل معهم وظهر لهم في عند بحيره طبريه، ظهوره ل اخ وظهوره العاشر للتلاميذ قبل صعوده، كل هذه الحقائق بتقول لي ايه؟ بتقول لي انه قيامه المسيح قيامه تاريخيه بتقول لي انه حياه المسيح حياه التلاميذ بتبرهن بقوه على المسيح الذي قام وحول الخوف الى قوه وجثاره وايمان ان التلاميذ لم يموتوا من اجل خدعه بل ماتوا من اجل حقيقه قيامه المسيح لانه المسيح قد قام من بين الاموات اعزائي المشاهدين الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم